السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. شهد تونسي يتكلم عن اخر تطورات الاوضاع بين الجزائر ومالي، تابعوا معنا هذا الفيديو. هذه المغرب تحب تعمل معناها قال لك بلدان الساحل الحبيسة تعمل لهم ثنية باش يمشيوا الميناء الدخلة، هذا موجود في الأراضي المحتلة من المغرب. أراضي محتلة، هذه النقطة الأولى اللي فيها إشكال، لأن مآل الصراع نتاع البوليساريو والمغرب ما ظهرش، معناتها تبني أنت على مجهود. ثم الإمارات عاملة على القنصلية غادي، فهمت؟ لا ما تحب تخبط ديما، هذاك ديما تعمل مشاكل، هيك قاعدة تخدم على الرؤى. ولكن شنو هي المشكلة الأخرى زاد؟ المشكلة الأخرى أنه الطرقات هذه اللي باش تعمل تمشي للميناء نتاع الدخلة ولا التخيلة، هذوما يتعداو على موريتانيا. والمغرب وقت اللي عملوا الاجتماع ما استدعاوش موريتانيا، قالوا لهم علاه ما استدعوناش اخويا؟ اش بينا احنا ماناش طرف في الموضوع؟ كيفاش تتقرروا انتم وحدكم واحنا كاين احنا ماناش موجودين؟ انا عامله مش مليحه. بالطبيعه الامارات لازم القضيه في كل بقعه الامارات، وين ثم الفساد والامور الخايبه يجب موجوده. بسم الله اللهم احفظنا، واللهم كيف يقولوها خلينا نموت على حسن العاقبه. قلت لها شو اسمه هذه موريتانيا، وما يقولوا اللي موريتانيا قاعده الامارات تدور بها باش تدخلها في التطبيع وفي كذا، الله اعلم. ولكن المشكله هذه نتاع بين المغرب تو، الازمه الموجوده بين المغرب وموريتانيا معناها موجوده. قلت لها علاش تحقرني؟ قلت لها انت ماكش من بلدان الساحل. قلت لك كيفاش مش من بلدان الساحل؟ من جبت الحكايه هذه؟ انا من بلدان الساحل. هي فما حاجه اخرى. قلت لها علاش اخويا تعدي فيه من شو اسمه؟ شكون قال كان حضرت انا راهو تعداو من عندي انا؟ انا عندي من نودي نتاع نودي بو نعديهم من غادي. علاش اخويا تحقروا فينا؟ احنا ناقصين، احنا عندنا تنميه كبيره في موريتانيا حتى تقصوا علينا؟ هكا هو تو امور لحمه، الامور لحمه. كملت عاد الشيطان العرب هذاك دور الماكينه مع جماعه ذوما الازوات، ومش ازوات، جماعه مالي، تي بين الازوات ومالي والجزائر. اسمه بابا لاستيف يخبل فيها، فهمتني؟ اما ما ينجحش. شو بدك تقول له؟ ما ينجحش خاطر هذوما. تقول له مبروك؟ نقص شويه خلينا نسمع. تو هكا فهمتني؟ عاد بحيث هذا الشيطان العرب ما نجحش، مهمش بالفلوس هو، تو يجي مثلا جماعة مالي، أنا مليش الحقيقة أستغفر الله، وأنا بعض ظني إثم، هذيك خدمته نعرف أنا، يا ودي هو سفير كيمشي غادي عندهم غادي السفير، قابل هذايا، كي يجي خارج مديروه فريجة، بعد شو تسمى هذيك. كلمة مربع كانت بكري يعني مش تعمل فيها سامسونايت ولا اسمه معبي بالدولارات، اعطيهم مونغالا نتاع 60 مليون 100 مليون باش يحطوه في المكتوب. كان روفس مشكلة، لا كان خذا مشكلة، وكان ما خذاش مش مشكلة أكثر، قدر يعطلوا فيه. ما تعرف كيمشي سفير البلاد يلزم مالي معناها الدولة نتاع البلاد هذيك تكون راضية عليه، ما كانش تنجم ترجعوا يقولوا لا هذا السفير هذا ما يساعدناش، يولي هو خايف مسكين ما يعرفش يعمل. الله اللي يحطنا في مواقف كما هذه، فهمني ولا؟ بحيث هذوما تو جماعه الازواد وجماعه معناها مالي شقلاله، هو جماعه الازواد كانوا داخلين مع جماعه داعش باش يقاوموا السلطة المركزية نتاع مالي. هي ذوما الجزائر تخرج الموضوع هذا تخرج منه لولا هذا شو اسمه شيطان العرب هذا هو. ما يغلبش الجزائر، الجزائر سير بلاس
والمالي سير بلاس هو داخل من بعيد يخدم بالفلوس يوجه كيف عمل في السودان تو ما عنده مصالح كبيره في السودان عندهم اراضي ويزرعوا يا خويا ما فهمتش هذه الميكرو ايطا دويله كيفاش عامل الهلوله الكل والشيء الكل خويا ولا معناها وديما القدام تو مصر حسني مبارك اعطاهم اراضي برخص التراب بلاش فيك شو اسمها تشكى شوي ما تشكى عمل المشروع حسني مبارك عمل المشروع تشكى معناها يحولوا وجهه النيل ومش الكل معناها يجبدوا من النيل باش يسقيوا اراضي صحراويه بعد وقف البرنامج وبعد السيسي كي جا المده الاخرى رجعوا وقف على خاطر ثم 9 كيلومتر من الجرانيت ما نجمش الماء يتعدى هي قال لهم السيسي شنو اللي فيه هذا الجرانيت هم ضربوه بالديناميت ضربوه الديناميت وتعدى اي هذه تو الامارات تزرع في القمح في مصر ومن بعد تبيعوا لمصر تزرع في مصر وبعد تبيعوا لمصر انا شوف الخبز بين الجزائر وتونس مع بلدان الساحل هل يكون مشروع مربح الى تونس؟ هي لا بطبيعه الحال احنا تونس توا معناها وكان معناها نلقاو منفذ مع الجزائر حاجه هي ياسر وباش تعطينا منفذ مع الجزائر هذاك علاش احنا علاقاتنا لازم تكون معناها في مع الجزائر في معناها في القمه ما ينفعنا حتى حد خاصه جماعه الخليج لا كلمك خابو مصر هذيك مسكينه لاهي في روحها شكون عندنا كل الجزائر الاخرين هذاك نتاع شو اسمه نتاع المغرب فهمت شدت في الصهاينه في كلهم غادي عنده جماعه كل عنده وليبيا مسكينه معناها تعبه اسمها انقاذ اسمها انقاذ هذيك هكا يمصوا لها في البترول نتاعها وقاعدين وكحفتر هذاك حفتر تو كيفاش الجزائر تخليه هذاك كيفاش تخليه هذاك كلب عنده جنسية أمريكانية هذاك عميل المخابرات الأمريكية هما اللي يوجهوا فيه ويتبوروا على تونس وعلى الجزائر الجزائر تمحقوا كل مرغوث عنده حسابات الله أعلم هو يعدي في السلاح لجماعة كذا مالي يخبر فيها متى ياخذ التعليمات نتاعو من عند الشيطان العرب وقاعد يبعث في السلاح لا شو اسمه هذاك حميدتي هذاك يبعث له في السلاح على طريق وي على طريق شنو على طريق تشات منى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.